بغيتي تعالجي من واحد المرض سميتو كثرة النسيان، بغيتي تعالجي من واحد المشكل ديال يعني عدم التركيز، تتحطي شي حاجة هنا كتنسيها، كتحطيها بيدك كتخزنيها، ما كتعقليش فين درتيها، كتلاقي الناس ما كتعرفيش فين تلاقيتيهم، ولادك حتى هما تيحفظوا وتينساو، ما عندهمش التركيز، ما عندهمش سرعة الحفظ، ما عندهمش كيحفظوا بحال ما تيحفظوش. عندي لك واحد الحل زوين ومذكور في القرآن ولله الحمد، بمكونات بسيطة وطبيعية جدا، كتنشط لنا الذاكرة، كتعطينا يعني التركيز، وكتعطينا سرعة الحفظ. وغادي نوريكم في هذا الفيديو هذا واحد الكنز من الكنوز إن شاء الله في نهاية الفيديو، اللي غادي يخليكم كتعقلوا وينشط لكم كما قلت الذاكره، وغادي يعطيكم واحد ما عمرك ما بقات يعني تعاني من شي حاجه سميتها الزهايمر، ولو فوت العمر ديالك 100 سنه. فرقوا هذا الفيديو هذا باللايكات، نبداو الفيديو على بركه الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني وأخواتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد غادي يكون طوب ديال طوب واعر، والموضوع ديالو تحت الطلب ديالكم، يعني انتم اللي طلبتوني عليه. الموضوع خاص بعلاج النسيان، الناس اللي عندهم يعني كثرة النسيان بزاف، كيشوف واحد الوجه كيقول لك ما عرفت فين تلاقيته، كيشوف واحد الحاجه خباها كيقول لك راه ما عقلتش فين حطيتها وراه حطها بيده. يعني الموضوع خاص بالكبار وبالصغار، الناس اللي كبارين يعني اجي وعندهم هذا المشكل هذا يتبعوا معنا الفيديو، والناس اللي عندهم الوليدات ديالهم ما تيبغوش يحفظوا قلالين في التركيز ومشطونين حتى هما، غادي تصلح لهم هذه الوصفه هذه بمكونات مذكوره في القران الكريم. يعني اي حاجه ذكرت في القران الكريم راه عندها فوائد كثيره بطبيعه الحال، وغادي نوريكم واحد الكنز اللي غادي يهنيكم من هذا المشكل ديال النسيان. يعني كينشط لنا الذاكره، انا بالنسبه ليا راه كنز، وحتى نتوما فاش غادي تعرفوا راه اكيد اكيد غادي تتفقوا معايا، لانه شي حاجه يعني بزاف غادي نقول واحد 90% من الناس كتعاني من هذا المشكل هذا ديال النسيان، يعني كتنسى كل شيء تقريبا. حاجه باش تعشيت البارح كتبقى تركز باش تعشيت، هذا الشيء هذا تقدروا تجاوبوني تقولوا لي راه من الضغوطات ديال الحياه. نعم راه من الضغوطات، ولكن نعالجوه هو في البدايات ديالو احسن من اننا نخليو المشكل تتفاقم ويولي كبير، يعني نوصلوا لواحد المرحله اللي ما نبقاوش عاقلين على ابسط الاشياء اللي هما اولا غادي نقولوا خطوط عريضه، مثلا سميت هذاك مشات ليا، سميت هذاك مشات ليا، يعني هذا راه مشكل. يعني عالجوا ريوسكم قبل، يعني الا كان عندك بحال هاد الاعراض ديال تشوف شي حد وتتقول راه ما عرفت فين شفتو هاد الوجه، تيبان ليا مالوف، او كتحط شي حاجه وبيدك كتخبيها وكتلقى راسك راك نسيتي فين حطيتيها، اذا هنا غير تبع معايا الفيديو. وحتى الا عندك ولدك يعني تيحفظ تيحفظ، وفاش ترجع تقول له رد عليا يعني قول ليا، كتلقاه بانه مشى ليه داكشي وانت متاكد بانه عرض. بزاف ديال الاولاد اللي تيتحطوا في هذا المشكل، وليدات صغارين كيمشيو حافظين من الدار، كيوقف قدام المعلم كيمشي ليه كل شيء. نقدروا نقولوا كاين العين والحسد حتى هما تيديروا هذا المشكل هذا، لكن الولد شاده فيه العين اولا البنت بزاف وتابعه العين ديال بنادم حتى هو تدير ليه هذا المشكل، وهذاك موضوع بوحدو نهضروا عليه ان شاء الله في شي فيديو اخر. ولكن كاين واحد النوع اخر بحال اللي كيتضمص، بحال اللي كيمشي ليه كلشي داكشي من الذاكره، كيشد غير كلمه ولا جوج الباقيه مشى، بحال ما عمرو ما حفظو، وهذا الشيء تيدير مشكل للتلميذ يعني الولد، والوالدين مساكن تيبقاو محطوطين في واحد الضيق ما يعلم به الا الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا اننا نتخلصوا من هذا المشكل هذا بصفه نهائيه. كنتمنى انكم تشجعوا بحال هذه المواضيع لانها تستحق تشجيع فعلا باللايكات، لايكيو بزاف لا فيديو باش تشجعوني نحط لكم فيه جزء ثاني، وخليو لي التعاليق ديالكم، خليو تعاليق كثيره كتبوا عاودوا، وبارطاجيو لا فيديو مع الناس اللي كتعرفوا باش هكا تعم الفائده. انتم اخواتي الفيديو فيه وصفه اللي هي كتكال، وفيه نصائح، وفيه دعاء، وفيه صوره قرانيه كتنشط لنا الذاكره، يعني الا كنتي كتقراها باستمرار ممنوع يجيك شي مرض سميتو النسيان ولا سميتو الزهايمر، لانها شي حاجه كبيره كبيره، راه حرف من القران الكريم راه كبير كبير بزاف، والقيمه ديالو قداشنا هي. ولكن هذه صوره على قدها، الا كنتي مدمن عليها راه كون على يقين ما غاديش يجيك الزهايمر، ما غاديش يجيك النسيان، وغادي تبقى الذاكره ديالك دائما نشيطه. انا غادي نعطيكم واحد القصه طرات لواحد السيده اللي مدمن عليها وكبيره في السن، والحمد لله راه انا نعطيكم واحد الموضوع عليها. بالنسبه للمكونات ديال الوصفه اخواتي، وهي التين والزيتون. الفوائد ديال التين لتنشيط الذاكره لا تعد ولا تحصى. بالنسبه للزيت، زيت الزيتون، هاد المكونات هادو مذكورين، يعني الشجره ديال الزيتون مذكوره في القران، والتين مذكور في القران،
والفوائد ديالو علميا، يعني تنقولوا علميا ماشي غير في الطب البديل كوصفات وصافي، يعني قلنا راها مزيانه لهذا المشكل ديال كثره النسيان. لا مزيانه مجربه اقسم بالله، وتبعتيها ما غيبقى يجيك شي حاجه سميتها النسيان، شي حاجه سميتها ضعف الذاكره، شي حاجه سميتها عدم الحفظ وعدم التركيز. هاد التين والزيتون تزيد لينا في التركيز مليون في المية. انا رقدتها بليله قبل باش تشوفوا كيفاش كيولي اللون ديال الزيت، شفتوا كيولى مركز بزاف، وباش تشوفوا يعني كيفاش كتنفخ وكتزاد. بالنسبه لهاد الوصفه هذه غادي نحتاجوا فيها 27 حبه، يعني دائما ديروا العدد الفردي. غادي ديروا هنا 27 حبه، وهذيك 27 حبه انا ما دايرهاش هنا 7، راه بديت كناكل منها يعني بقى فيها هذا الشيء. هذيك 27 حبه غادي تغطيو عليها بالزيت. القياس ديال الزيت يعني غير مذكور وغير معروف، يعني نتوما اللي غادي تقرروا شحال بالنسبه للقرعه ديالكم، يعني القوام ديال القرعه قداش، الحجم ديالها قداش، فاش غادي تلوحي فيها الشريحه ديالك او لا التين ديالك غادي تغطي عليه بزيت الزيتون، وغادي تغطي مزيان وغلقي وخليها تبات في مكان مظلم كما قلت 24 ساعه عاد تبدا في الاستعمال ديالها. كيفاش غادي نستعملوها اخواتي؟ غادي نستعملوها غادي ناكلوا وحده من هاد التين هذا كل صباح على الريق، كل صباح على الريق، زائد ملعقه من زيت السمسم. اللي ما كتعرفوش هو ان السمسم منشط للذاكره خصوصا الزيت ديالو، الا ما قدرتيش انك تحصلي على الزيت ديالو تكون طبيعيه ومعصوره قدام عينك، تما غادي تاكلي ملعقه من السمسم كل صباح، يكون غير محمص، يكون طبيعي جدا، منقي مغسول هكا منشف، ونبقى ناخذ منه ملعقه من الصباح للصباح، زائد واحد الشريحه من هادي او لا واحد التين من هادي كرموس التين، كل واحد كيقول لي من هادي اللي تنفخات هكا بالزيت. نهزها نسقطرها يعني بحال هكا، شوفوا بنات، وغادي نسقطرها ونفطر بها مع الصباح، راها مزيانه بزاف 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 البنات. وهاد الزيت ديالها ما غاديش ترميوها، مزيانه الناس اللي عندهم الحساسيه، مزيانه اللي عندهم الامراض ديال المفاصل والبروده وعندهم هذوك التشنجات العضليه، مزيانه بزاف ديال الحوايج. وهاد الزيت هذه نقطروها للناس اللي كيتخنقوا من النيوف ديالهم، يعني كي في البرد كيجيهم هذاك المشكل ديال الربو، راها مزيانه بزاف هاد الوصفه ديال التين وزيت الزيتون. كنعتذر لان صراحه فيها فوائد كثيره 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 كثيره، راه لا عرفتي ليها المعنى ديالها والفوائد ديالها، راه ما عمرك غادي تحيديها من عندك من الدار. فاش نحط اخواتي هذاك التين وزيت الزيتون ونغطي عليها، قبل لا نغطي عليها باقا محلوله، غادي نقول هذا الدعاء هذا اللي معروف، يعني تيقولوه الناس وكيردوه اللي عندهم يعني كثره النسيان. اللهم اني استودعك ما علمتني، واسالك ان تذكرني به عند حاجتي اليه، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. بالنسبه لهذا الدعاء هذا غادي نقولو 7 ديال المرات، ونسد على ديك القرعه ونخبيها 24 ساعه، من بعد غادي نجبدها كما قلت ونبدا نستعملها. بالنسبه للصوره اللي هي كنز عظيم اللي لقبها سيد البشر محمد عليه الصلاه والسلام، صلوا عليه وسلموا، قال بانها قلب القران، راكم عرفتوها دابا شنو هي، الملقبه بقلب القران، وهي سوره ياسين. سوره ياسين اللي كان مدمن عليها يوميا، كونوا على يقين راه ما عمره ما غادي يجيه الزهايمر. واحد الحاجه بغيت نشير ليها بين قوسين، ان كاع الناس اللي حافظين القران يعني 60 حزب ما كيجيهمش الزهايمر وما كيجيهمش النسيان، لان القران كينشط الذاكره، وفين ما كنبغي ايه كنرجع نجبدها راه هذيك هي فين كتخدم الذاكره وفين كدير اي حاجه لقيتي فيها الذكر ديال الله سبحانه وتعالى، كطمئن ليها القلب وكتكون مرتاح وكتكون صحتك مزيانه وكتعالج ليك بزاف ديال الامراض. يعني راه القران بنفسه بالنسبه للناس اللي تيقول لك عندي الارق ما تنعش، عندي كثره النسيان، عندي الاكتئاب، عندي عليك بقراءه القران والمداومه عليها. وما تنساوش بان سوره ياسين راها كنز من الكنوز. واحد العدوزه مسكينه، واحد المراه مسنه بزاف يعني عندها شي 100 سنه، قال لك ولادها كتجبد لينا يعني ادق التفاصيل. ملي سولوا ولادها اشنا هو السر، قالت لهم سوره ياسين. هي مسكينه هذاك الشيء اللي عرفت كتقولوا منها، هي قاريه غير شويه ولكن راها ركزات معها وبدات كتحفظها، وداك الشيء اللي قرات منها نفعها، وقالت لهم تنحس بالذاكره ديالي مزيانه وانا تنقراها. كونوا على يقين انكم الا وليتوا مدمنين عليها تنقولها وتنعاودها، راه غادي تولي الذاكره ديالكم نشيطه بزاف بزاف بزاف. واحد الحاجه غادي نقولها كنهايه
لأن سورة ياسين إذا قريتها ستلقى العظمة والمعرفة بها، وهي سورة الأنبياء المرسلين من رب كريم لعباده الصالحين، فطوبى لمن يقرأها ويعرف دلالاتها. اللهم أحسن خاتمتنا بحق سورة ياسين، والحمد لله رب العالمين، لأن هذه السورة عظيمة بزاف بزاف البنات. وراني وريتكم كيفاش ديروا الوليدات اللي ما تيقراوش مزيان، تعمروا القرعة ديال الماء من البير أو من الماء ديال الشتاء وتقراو عليها. هذاك الفيديو راه مازال في القناة، ترجعوا شوفوه. بالنسبة للوليدات اللي تيكونوا مشطونين بزاف، راه ديروا لهم هذه الوصفة، وديروا لهم حتى الوصفة ديال الشريط، راها مزيانة بزاف. كنتمنى لكم داكشي اللي نتوما كتمنوه في خواطركم يكون خير إن شاء الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء.